واستعداد مشاهدينا فتحت البوابات باستبعاد تقريبا ساري دبي في هذا الشوط. اذا 11 راس تتنافس في الشوط السادس من جياد وافراس المستورد على مسافه ال 2000 متر وقيمه الجائزه 54000 ريال. الصداره ونعم في صداره هذا الشوط المرشح بجواره فراشه ايضا من الداخل وناظر كذلك في يحاول ايضا والدخول لمحارب الان في المرتبه الرابعه ومحاولات الاتيان من متغرب في المرتبه الخامسة الآن. والصدارة ليونعم في المرتبة الأولى مع عبد العزيز إبراهيم الشريمة. المرتبة الثانية لفراشة 11 راس تتنافس في هذا الشوط بعد إبعاد ساري دبي من هذا الشوط لعدم دخول جهاز الانطلاق بطول كامل الآن. ونعم في صدارة هذا الشوط ويأتي محارب للمرتبة الثانية وكذلك المحاولات تأتي من محبوب أحمد المرشح الثاني في هذا الشوط أو المرشح الثالث في هذا الشوط. ونعم في صدارة هذا الشوط المرشح الأول لهذا الشوط ومحارب يأتي في المرتبة الثانية ومحاولات الاتيان محبوب أحمد في المرتبة الثالثة وناظر يحاول الوصول الآن للمرتبة الرابعة. محاولات فراشة للتمسك بالمرتبة الثالثة الرابعة والصدارة ليونعم في صدارة هذا الشوط المرشح بطول ونصف الطول الآن في المرتبة الأولى. محارب يأتي إلى المرتبة الثانية والمحاولات تشتد من بقية الجياد الآن للوصول إلى مراكز متقدمة في هذه أثناء محبوب أحمد يحاول الوصول الآن للمرتبة الثالثة وفلجان وحبيب سلطان يأتي الآن من الخارج الآن. ونعم في الصدارة وحبيب سلطان يأتي من الخارج الآن ونعم في صدارة هذا الشوط الخط المستقيم باتجاه خط النهاية الآن لتنافس جياد وفراس المستورد 200 متر الفاصلة. ونعم يبتعد بالصدارة المرشح لهذا الشوط يبتعد بالصدارة محارب في المرتبة الثانية حبيب سلطان في المرتبة الثالثة حتى الآن. أما ونعم فقد حسم هذه النتيجة لصالحه للأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز. تدريبات في حال المنديل والقيادة الخيال السعودي المتمرن عبد العزيز إبراهيم الشريف.